شكون فاز بالسباق ديال 2024 المطار؟ فاز بها احمد جمعه الفرجاني. احمد بو جمعه الفرجاني هو اللي فاز بها اليوم. كيفاش كانت المسابقه؟ كانت منافسه قويه، كانت صعيبه، كلشي كيقاتل عليها. فيها سيدي مرق، فيها هلي سريف، فيها ولاد موسى، فيها اسم فيها احمد بو جمعه. مين هو؟ نهار سعيد بن مرق. فاز بالثاني، فاز بالثاني من المزوره، والثالث ولاد موسى. قلنا السنيات الاول، الاول السنيه ديالو.